حياتنا مستمرة، انطلاقاتنا متجددة، مشاهدينا متابعينا الكرام مع انطلاقة جديدة هناك أيضا وانطلاقة أيضا مميزة، ختام الجولة الأولى للأربعة الأشواط مع القعدان لفية المهجنات الأصايل. انطلق هذا الشوط بحفظا من الله ورعايته وتوفيقه وجهود اللجان المنظمة في هذا الميدان. تمنياتنا لكافة على المشاركين بالتوفيق في هذا الانطلاق وفي هذا المساء الجميل. مباشرة نسير إلى المقدمة في هذه اللحظات مع المركز الأول بانطلاق مميز، والبداية والمقدمة هنا أيضا مع منحاش سيب راشد بن محمد بن ملاح المنصوري من يقدم لنا منحاش على المقدمة. ثانيا هذا هو مهاجر أحمد بن غانم بن علي بن إداه المنصوري اللي احتل المركز الثاني. المركز الثالث نقلتنا هنا مع شعار بن ملاح بانطلاقة عجيب هنا أيضا الذي يتقدم براشد مع المركز الأول. المركز الثالث نقلتنا إلى المركز الرابع. على المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من عزام هزاع بن سالم العبد النعيمي اللي احتل المركز الرابع. انتقل الى المركز الخامس، بلقى هناك ايضا راعي معارك من يتقدم، وراعي ايضا حبيب جين يتقدم في هذه اللحظات. شعار بن نصيب خليفه بن نصيب الخيلي يقدم لنا ايضا انطلاقه الشامخ في هذه اللحظات. على المركز الخامس، المركز السادس وصول وتقدم هنا في هذا على المسار من الزاجل محمد بن سالم بن فاضل عليك تبي، وهناك ايضا تقدم جميل ومميز وملحوظ في هذه اللحظات وفي هذا المسار الجميل. تحديات مميزة وقادمة هنا من الصارم مبارك بن سهيل بربيع عالم حرمي هنا في هذه اللحظات. يا سلام، هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، نتيجتنا لهذا المسار لهذا التحدي المميز والانطلاقات الجميلة هنا وتحديات مثيرة في هذا الشوط وفي هذا المسار. البداية وين وصدارة هذا الشوط، مقدمة هذا الشوط وين هنا في هذا المسار في هذا التحدي والانطلاقات الجميلة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، نعود إلى البداية، والبداية وين والصدارة، مقدمة هذا الشوط مقدمة هذا الشوط والمركز الأول في هذا الانطلاق في هذا المسار المميز هنا. الله على البداية والمقدمة هنا
بغيادة منه، صدارة منه، انطلاقات هذا الشوط هنا، البداية هنا عجيب، عجيب ولا منحاش؟ هذا هو منحاش سيب راشد بن محمد بن ملاح المنصوري، يتقدم هنا بانطلاقة منحاش، وهو بالفعل منحاش. المركز الثاني مهاجر أحمد بن غانم بن علي بن إداه المنصوري، شعار بو منصور يتقدم على المركز الثاني. نقلتنا إلى المركز الثالث، بلقى هناك أيضا عجيب محمد بن راشد بن ملاح المنصوري من يأتي على المركز الثالث في هذا الشوط. يا سلام، المركز الرابع وصول وتقدم هنا في هذا الانطلاق، هذا هو الشامخ خليفة بن نصيب بن خليفة بالاكتري الخيلي، يأتي هنا بانطلاقة الشامخ ودا الشامخ وتحدياته في هذا الانطلاق. بينما تابع الأسماء القادمة هنا، عزام هزاع بن سالم العبد النعيمي القادم من صفوة الميادين من ميدان سيح صبرة، بينما هناك الوصول من الصالم مبارك بن سهيل بربيع المحرمي من يأتي هنا في هذا الانطلاق الجميل. الكيلو ونصف الكيلو المتبقي عن خط النهاية، المتبقي عن خط النهاية في هذا الانطلاق، في هذا المسار، في هذا التحدي المميز هنا. الله، يا سلام يا سلام، البداية وين؟ الصدارة وين؟ المقدمة وين؟ في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات المثيرة، يا سلام. الله، 1200 يا أهل الجعدان، 1200 يا أهل الكبار، 1200 عن خط النهاية ولائحة الكيلومتر الأخير والخطير. هناك أيضا شعال بن ملاح راح مع الاسمين، راح مع الاسمين، مع المركز الأول المركز الثاني، من لديه حل يتقدم، من لديه زود فلياتي، فلياتي هنا. هذا هو منحاش وعجيب، منحاش وعجيب هنا أيضا مع المركز الأول المركز الثاني في هذا الانطلاق، في هذا المسار، الانطلاقات الجميلة هنا. الله، ياهو رقصة، ياهو رقصة، ياهو تحدي، ياهو انطلاق، ياهو مسار مميز هنا في هذا المسار والتحدي الجميل. ولكن مهاجر، مهاجر بو منصور قادم، مهاجر وصل، وصل وتحدي وتسلل في هذا الانطلاق. هذا هو مهاجر أحمد بن غانم بن علي بن إداه المنصوري يأتي. ولكن تابع لي، تابع لي وخذني المركز الثاني هنا، شاهين راعي الشيجة، راعي الشيجة، راعي الشيجة ولا مهاجر؟ وين الناموس؟ وصلكم راعي الشيجة، وصل في هذه اللحظات. تقدم هنا أيضا شاهين مطر بن حمد راعي الشيجة العامروي اللي راح، اللي راح على المقدمة، اللي راح على الصدارة الأولى. الله 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 على هذا العرض الجميل والتحدي المثير مع انطلاقة شاهين مطر بن حمد راعي الشيجة العامري. لحظات وصوله وعبوره إلى خط نهاية معلم بهذا الفوز والتحدي المثير والانطلاقات المميزة. مهاجر أحمد بن غانم بن إداه المنصوري اللي احتل المركز الثاني وقدم عرض جميل. المركز الثالث وصل هناك أيضا مخوف ما يبنى الأطالي إلى في هذه اللحظات، سالم مبطي بن يعان الشامسي واللي احتل المركز الرابع. مشاهدينا متابعينا الكرام، هناك ايضا شعار ابو محمد خليل بن محمد العبيد بن كداس الرميثي 8 دقائق 24 ثانيه بالوفاء والتمام والخير.